كفى كفى تطيفي يا صحفة وشعلي يا خيفة ولا كنشكي فيا يا طيق فيك كتير ما عندي علاش نغير عارف عني داك ضمير ما يمكنش تغدري بيا كفى كفى درتي فيا صحفة وشعلي يا خيفة ولا كنشكي فيا يا نقولي تنخاف منك وبزاف فين ما نتحرك نلقى اخباري عندك وبلي تليفون تعرفيني فين نكون بيك انا مجنود ومربوط في حبك ميمتي مروه العمري من اصل فقيه بن صالح سيده وخلق في كازا فنان شعبي اللقب حيت الاصل من تما ودرتو بالنسبه للقبيله اللي كنتمي لها اللي هي بني عمير حيت الشعبي شي حاجه زوينه وكيحبوها كاع المغاربه وانا اختاريت اللون الشعبي اللي هو اللون البلدي يعني كنعزف على الات مصران كنغني اغاني اللي هادفه تحيه لجميع الفنانه وكنغني اغاني اللي كتوصل للجمهور درت فيها صحافة واحد الإنسان اللي كتبغي شي واحد وتابعه فين ممشى كتسول عليه كتبحث عليه فين مشى فين جا هادي من جد درتي فيها صحافة الأغنية تعاملت مع عزيز بوعلام وبالنسبة كاين دابا واحد الطائرة ديال الحب شي حابيشي عملت في الألبوم الأول ديال اللي نبغي تبغي واحد آخر مع سعيد الروماني وكنت جالس انا المنتج ديالي في راس اديسيون وقلنا نتعاملوا مع عزيز بوعلام كاتب زوين واحد الانسان اللي كي تقول ليه موضوع يكتبوا لك في نهار يصيفطوا لك لما كنكتبش عزيز بوعلام اللي كيكتب كنتعامل مع كتاب وملحنين وما في نفس الوقت كتاب وملحنين الصور ديالي تشيخت على عبد العزيز اللي كان اللي قاصه معايا في الاول هو مبارك العوني اللي كان حيم هذا المنبر قاصه معايا علمني المحاط يعني فين تحط صباعك على الكمانجا انتقالات من الوتره للوتره من المنقام للمنقام ومن صغري كنت كنحب عبد العزيز ستاتي يعني كيعزف كمانجا راه كتسمع كمانجا كتسمع كمانجا مصران كتسمعها في ودنك ما كاينش هادي ولا هادي ما كاين تشيخت عليه تيقول لك الشيخ بلا شيخو جبحو خاوي فهمتيني واللي ما عنده شي اللي ما عنده شي خو عنده شي خو ابليس اش خلاو الشيخ القدام شيخت عليه وبقات هذيك هذيك النبره وهذيك النغمه في ودنيا حطيت على الكمانجه هي ديما كنتلاقى مع عبد العزيز ساتي كنستشر معاه في جميع المواضيع اللي كنصدر وهذا كنستشر معاه كنقول له هذيك جاتك يقول لي مزيانه كيعطيني النصائح كان شي حاجه واحد كان شي حاجه غلطه كيقول لك غلط شي حاجه زوينه كيقول لك زوينه كنستاشر معاه مزيان وكتا هو كيعطيني انت النصائح اللي علاش خديتي الكريماس ديالي لا بالعكس لا بالعكس مسكين لا يعني كيشجعني هو تقول يا زيد مسيره هذه غدا ان شاء الله تكون زوينه وفي الغيبه ديالي كيهضر فيا هضره زوينه نبداو ان شاء الله مهرجان الشواطئ ومهرجان ان شاء الله الدار البيضاء شاركت في مهرجان ديال العيطه هنا كانوا في كازا وشاركت في مهرجان ديال فقيه بن صالح ديال تبوريده وداك الشيء هادشي اللي كاين الجديد الفني ديالك مغادرتي فيها صحه ان شاء الله يكون واحد الجديد ان شاء الله على الميمه وعلى البول حنين